ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان يوم الاثنين 3 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة مهنيا يا سرطان، هتستريح بعيد عن كل المناوشات والنقاشات اللي ممكن تحصل. بحذرك ما تديش الثقة بسرعة لأي شخص، حاول تحافظ على شؤونك الشخصية وتنطلق نحو انك تحقق كل احلامك. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، عاطفيا هتتخلص من كل الماضي اللي كان عندك، وهتخلي العاطفة تديلك دافع جديد من السعادة وهتبث فيك القوة. علاقتك مع كل الأشخاص اللي حواليك حلوة جدا، ممكن يكون اليوم ده ممتاز، فما تدورش عن أعذار لاختلاف المشاكل. خليك دايما بتدور عن الوقت علشان تقضي لحظات كتير سعيدة معاك. بالنسبة ليك صحيا النهاردة يا سرطان، هتتجنب كل الإجهاد العقلي من كثر التفكير، لكن الجسد بيحتاج لراحة النهاردة والعقل برضو بيحتاج ليها، ولازم تكتر من شرب المية وما تكسلش بالرياضة والتمارين الاسترخاء. بالنسبة لي توقعات برج السرطان النهاردة للرجل، هتظهر لكل الأشخاص اللي حواليك قدرتك على انك تنفذ مسؤولياتك. في شوية عقبات صغيرة بتقف في طريقك بتصيبك بشوية احباط، لكن الحقيقة ان كل الامور على ما يرام، هتحتاج بس شوية صبر وحنكة. حاول انك تحافظ على مشاعر الاشخاص اللي حواليك كما تتمنى انه تحافظ على مشاعرك. بالنسبة لي توقعات برج السرطان للمرأة، مفيش عندك ذرة من الغبار، دي ممكن تكون حجر عثرة في طريقك. على العكس، هتحظي بكل أشكال الضجر النهاردة، هتخطيها بشكل كبير، وده هينطبق في حياتك اليوم، لأنك دايما بتسعي تتخلصي من الروتين الممل اللي بيلف حياتك. تحاولي تطبقي مبدأ اليد من حديد في كف من المخمل، صبري أكتر وعلى إنك تتبعي المبدأ ده، لأنك هتتمكني من إنك تحققي أهدافك. مرأة السرطان تعتبر متحررة متفائلة جدا، الصدق يعتبر من مميزاتها، صادقة في كل عواطفها. بالنسبة ليك يا سرطان، أرقام الحظ في اليوم ده 18 37 72 90.